انا ابو سنه تعرفني انا ما اذا الله رضى عليك استجاب لك الدعوه استجابت لك كل شيء. لا ممكن صحيح. ممكن الله رضى عنك لكن مثل الانبياء الله رضى عنهم لكن مبتلين في الدنيا. دقيقه اعلمك شيء. انا اقول لك رضا الله يشمل هذه الدعوه. اي يشمل صحيح. يشمل هذه بس الدعوه. ايهم طيب وش رايك بالدعوه ان الله مستجاب لك انت دعاك تدعو في الدنيا وتدعو في الاخره؟ اذا الله رضى عليك استجاب لك دعوتك. خلاص خلاص انا جبت لك الموضوع. لا يقصد ايهم اشمل هذه؟ لا هذه اشمل. لا هذه انا عادي. عموما هو الخلاف اصطلاحي وكل واحد يفكر بطريقه، بس انا بقول شغله ان رحمه الله سبحانه وتعالى واسعه. والله سبحانه وتعالى له يعني ما انزل في الدنيا الا رحمه واحده وابقى 99 رحمه يرحم بها عباده يوم القيامة. فتخيل حتى الدابة ترفع رجلها عن وليدها. الأم رحمة الأم من يوم خلق الله هذه الأرض إلى يومك رحمة الأم بأبنائها. تمام. كل هذا التراحم بين العباد برحمة واحدة من رحمات الله سبحانه وتعالى. ودخر الله عنده 99 رحمة. ودخر الله عنده 99. لا وفيه حديث يا أخي عجيب يا أخي، والله هذا الحديث لو تتأمله يقول راويه الظاهر عمر بن الخطاب يقول رأينا في السبي امرأة في حرب، امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدرها ينزل حليب تبحث عن رضيعها، ابنها ضايع بالسبي من شدة يعني الرحمة فيها الحليب يدر منها من صدرها. يقول فلما رأت ابنها أخذته وضمته صدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ توقعون ترجم ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله إن الله أرحم بكم من أرحم بكم من هذه بولدها. الله يا الله يا أخي عجيب هذا، والحديث صحيح يا أخي. إنك تتأمل ذا الحديث يعني الله أرحم بنا من هذه أجل يعني إيش الرحمة هذه؟ أي نعم، مثل ذاك العربي اللي قال إذا متنا وين نروح؟ قال لله. قال الله رحيم. قال لي قال أجل وش ليش يعني أنت حزين؟ أنت سوف تذهب إلى أرحم الراحمين. ولو قيل لك اليوم بالقيام من يحاسبك؟ أمك. تختار أمك تحاسبك؟ تقول إيه أبي أمي تحاسبني. إيه؟ لأنها أرحم. إيه. فإذا قيل لك أن الله سوف يحاسبك الذي هو أرحم بك من أمك. الله. إيه سبحانه. الله يرحمنا برحمة. بس